عقد أمام دائرة الوقف السني بمحافظة البصرة مؤتمر صحفي شارك فيه علماء دين ووجهاء من المحافظة مستنكرين قرار ديوان الوقف السني القاضي بعزل رئيس وقف المنطقة الجنوبية بالمحافظة الشيخ محمد الملة على خلفية تداعيات هدم منارة جامع السراجي، مطالبين رؤساء الوزراء والبرلمان والقضاء الأعلى وديوان الوقف السني إنصاف الملة وإلغاء القرار المشحف بحقه. وقد أكد المؤتمر أن قرار الهدم كان بموافقة مبدئية من رئيس الديوان مشعان الخزرجي إلى محافظ البصرة أسعد العيداني وتخويله بالقرار. خلونا نستقبل الأخوان الهتاف. أخوان سنة وشيعة هذا البلد من بيعة. أشكركم أيها الحضور جميعا من أجل هذه الوقفة. السيد دولة رئيس الوزراء محمد إشياع السوداني المحترم، السيد رئيس البرلمان الأستاذ محمد الحلبوسي المحترم، السيد رئيس مجلس القضاء الأعلى المحترم، السيد محافظ البصرة الشيخ أسعد العيداني المحترم، دفعاً لما وقع من ظلم وحيف وتعد على سماحة الشيخ محمد الملة مدير أوقاف المنطقة الجنوبية في البصرة واستبعاده إجحافاً من منصبه، ولأجل نصرة المظلوم ودفع الضرر نقف اليوم نحن جماهير البصرة بكل انتماءاتنا محتجين على قرار إعفاء الشيخ محمد الملة من منصبه مديراً للوقف السني في المنطقة الجنوبية. وسبب احتجاجنا ما نعرفه عنه من مواقف وطنية ودينية، فكان مواصلاً الليل بالنهار في أداء تكليفه الوطني والإداري والديني والإنساني. وفيما يخص ترميم المساجد وإعادة إعمارها ورعاية المشايخ وتواصله مع أطياف المجتمع البصري، وهذا ملموس على أرض الواقع وقد سبق غيره في هذا الميدان، لذا نطالب الرأي العام لتقصي ما ذكرناه هنا فضلاً عن المواقف التاريخية الصعبة التي وقفتها عائلة الملة وعشائر الغانم وجميع عشائرنا الكريمة في ظروف عصيبة على العراق والبصرة خاصة. كانوا متحدين جميع الصعاب بإطفاء فتن الطائفية، وكان موقفهم الموقف النبيل، ونحن بدورنا الجمهور البصري نطالب معالي رئيس ديوان الوقف السني والقوى السياسية المعنية بهذا الملف بالتراجع عن هذا القرار، فلا ينبغي أن يتحمله مدير وقف البصرة حيث أن جميع الصلاحيات في رئاسة ديوان الوقف السني. وهنا نشير إلى الموافقة المبدئية من الدكتور مشعان الخزرجي في زيارته الأخيرة للبصرة حينما خول السيد المحافظ بصلاحياته الكاملة فيما يخص هدم المسجد وتوسعة الشارع، وذلك بحضور حشد من المدراء العامين والمشايخ والوجهاء. لذا نطالب أولاً دولة رئيس مجلس الوزراء السيد محمد إشياع السوداني المحترم الذي عرفناه ناصراً لكل مظلوم برفع ما وقع من حيف بحقنا في البصرة متمثلاً بالشيخ محمد الملة، كما نطالب السيد رئيس مجلس النواب الأستاذ محمد الحلبوسي والسيد فائق زيدان رئيس مجلس القضاء الأعلى المحترمون بذلك، كما نطالب معالي رئيس الديوان الدكتور مشعان الخزرجي المحترم أن يعيد النظر بقرار إعفاء الشيخ محمد الملة من منصبه، وكما نناشد السيد محافظ البصرة المحترم الشيخ أسعد العيداني الذي عهدناه محباً للبصرة وأبناء البصرة، فهؤلاء حشد من أبنائها
يناشدونك بأن تنصر قضيتهم بالوقوف إلى جانب الشيخ محمد الملا. تعالوا